وانت طالع من اب تاون لان الطريق هذا ون وي، بتجيك المضابي على يمينك، بعد المضابي بتجيك هذه التركات، هذه كلها تابعة لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا المكان شايفين، وفي كافيه جميل جدا، هذا الكافيه شوف قعداته كيف، اذا الوقت رذاذ لا تحاتي تقعد في هذه الخيمة الصغيرة الحلوة المرتبة انت واللي معاك، واذا ما حبيت تاخذ على السريع ففي مدخل مباشرة الى داخل المشروع، هذا مشروع اسمه نوافذ، مثل ما قلت لكم تابع لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، احد الاضافات الجميلة اللي موجودة في أتين. وصلنا الى أتين سكوير، وقبل ما ندخل الى داخل المكان راح اقول لكم على الاضافة اللي موجودة حاليا في الخارج اللي هي مواقف الفاليه او الفي اي بي باركينج. الناس اللي ما تحب تصف، الناس المستعجلين واللي يبي يكون قريب، والناس اللي عندهم عوائل والكبار في السن وما يحب انه يمشي من المواقف، هذه المساحة بالكامل تم تخصيصها للفي اي بي باركن مقابل رسوم 3 ريالات للموقف والمدة مفتوحة، يعني المكان ينفتح من الساعة 4:30 إلى حين الإغلاق الساعة 12:30 الساعة 1 متى ما يسكرون تقدر توقف سيارتك. بالإضافة أيضا إلى أن في هذا المكان عندهم خدمة غسيل السيارات، بس خدمة غسيل السيارات طبعا خدمة بروحها غير الموقف. أول ما تدخل راح تصادف هذا السوق، زمان كان الخيمة، خيمة المعرض اللي كان فيه مجموعة من المنتجات، حاليا تم تخصيص المحلات، هذه هي المحلات الجديدة التابعة لأتين سكوير. جميل جدا المكان، الفكرة حلوة، يشكر عليها الأخوان في بلدية ظفار. شايفين هذه كلها محلات قبل ما تدخل إلى داخل أتين سكوير وتشوف الفعاليات اللي موجودة في الداخل. الإضافة الجديدة أيضا في هذا العام في أتين سكوير هو هذا المكان اللي هو الحديقة، طبعا الدخول مجاني، بمجرد ما تدخل أنت راح تدخل إلى كل المرافق اللي موجودة في أتين سكوير. هذه الحديقة مجموعة مساحتها حلوة جميلة جدا، في مجموعة من الأشجار والزهور اللي أضافت يعني شكل جميل جدا إلى المكان في أتين سكوير. هذه هي الحديقة، واحدة من الإضافات الجديدة اللي موجودة في أتين سكوير. ميدان التحدي من الإضافات الجديدة اللي موجودة في أتين سكوير. شنو موجود في هذا الميدان؟ تعال ندخل أنا وأنت ونشوف. واضح من الاسم أنه عبارة عن مجموعة من الألعاب مخصصة في ميدان التحدي، مجموعة من الألعاب، هذه الميني جولف للناس اللي يحبوا أو أنه يحب يجرب أو يستكشف الجولف. هذه الساحة تم تخصيصها وتصميمها على أساس أنها ملعب جولف مكون من 5 حفر. تحدي كرة القدم، هني في مجموعة من التحديات اللي موجودة في هذا المكان، في هذا الجزء المخصص لممارسة كرة القدم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية من لعبة السنسر، انت توقف في النص هني وكل ما يولع الضوء في مكان فتحاول انك انت تضرب الكرة في المكان اللي موجود فيه الضوء وتجمع اكبر عدد من النقاط. اللعبة الثانية اللي هي هذه 1 by 1 او 1 vs 1،
واحد ضد واحد انت وتشوف من يكون يتحدى معاك وتيجي تلعب في هذا المكان. هذه لعبة تحدي واحد ضد واحد. اما اللعبة اللي موجودة في هذا المكان هي الحارس الالكتروني، تسديد على الحارس الالكتروني. هذا ميدان تحدي الاسهم، هني في اهداف موجودة عندك وترمي باستخدام السهم. هذه ساحة الرماة، هذه الساحة عبارة عن تحدي ما بين فريقين، لكن التحدي هني باستخدام الاسهم. طبعا الاسهم عبارة عن يعني رأس السهم اسفنجي، فلو اصاب اي واحد فيهم ما راح يتعور. هذه شغلة. الشغلة الثانية، كل لاعب مجبر انه يلبس الخوذة، شايفين؟ كل لاعب انه مجبر يلبس الخوذة، وهذه هي مقدمة السهم عبارة عن قطعة فلين. هذه صحيح؟ قطعة فلين، يعني لو ضربت ما راح تأثر ولا راح تصيب ولا راح تعور. فريقين هنا، هني فريق آخر موجود هنا، الفريق اللي يصوب على الهدف هو اللي يكسب الفريق الثاني. هذه البينت بول من أكثر الألعاب اللي عليها طلب في هذا المكان، وعارفين البينت بول طبعا عبارة عن تحدي ما بين فريقين باستخدام الأسلحة اللي فيها الكرات الملونة. هذا شايفين الجماعة لابسين وجاهزين ومستعدين لخوض الحرب. فتن يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مختضب انسلص. هب ارفع حيك وسهلة. وبقية الألعاب اللي موجودة في المكان، هذا الليزر تاج، وهذه ألعاب إيش؟ ألعاب إلكترونية مثل، وهذه الألعاب الإلكترونية نفس الألعاب اللي موجودة هناك، وهذا تحدي العقبات، مجموعة من الألعاب والتحديات موجودة في هذه المساحة في أتين سكوير، إضافة جميلة جدا إلى الموقع من خلال هذا العام.